والتحاني لكم يلي تردون التحية يداعبها النسيم المغرباني روايح من نسايم هاشدية. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الصباح الجميل بأريج الوطن وعطائه ومنجزاته. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. نلتقي اليوم في مناسبة عزيزة على قلوب كل الأردنيين، ألا وهي يوم الوفاء والبيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية. قال المهم يا ياباه العلم ما يطيح ابد، حتى ولو راسك عن الكتفين طاح، حط اسمك بين الوفا مرتين، واكتبه بين اسطور الفخر عداد. وسدد على قول المثل الوتين، ما جابت النسوان مثلك بالبلاد، أمجادك يا أبو حسين تبيض الوجهين. أصبحنا على نهجه شبابا راقيا بالفكر وساميا بالأهداف، شعاره العزيمة والإصرار، يأبى الخضوع وينأى عن كل ما يؤذي في وطنه ومجتمعه وطنا ومجتمعا غير سليم. أقسم بالله العظيم أنا حافظ على الدستور وأن أخلص الأمة. كتبت الشعر مثل درر أعادت في قلبي الراقة فحملت